بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء متابعين قناة الشارقة، حياكم الله معنا في حلقتنا الثانية من برنامج كأس المعرفة. هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا طيلة أيام الشهر الفضيل هنا من قاعة الزهري في جامعة الشارقة، حيث أجواء التنافس والجوائز والمعلومات والتحدي بين الفرق المشاركة. 32 فريق من مختلف جامعات إمارة الثقافة والعلم إمارة الشارقة يتنافسون بمعلوماتهم وقوتهم وسرعتهم البديهة في الإجابة على الأسئلة في هذه طبعاً الدورة الجميلة أو السنة الجميلة من كأس المعرفة. وكأسنا هذا العام قيمته 100,000 درهم راح تكون إن شاء الله للفريق الفائز في حلقاتنا النهائية والحلقة النهائية. كل فريق راح يغادرنا راح يحصل إن شاء الله مشاهدينا هدية أو جائزة بقيمة 5,000 درهم نقداً مقدمة من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. مشاهدينا اليوم فرقنا جاهزين بمعنوية عالية وبمعلومات عالية بإذنه تعالى نقضي معاكم إن شاء الله هذه الساعة وربع تستمتعون معنا وتستفيدون. كذلك مشاهدينا اليوم راح نتعرف على الفائز بطبعاً الإجابة صحيحة على السؤال اللي طرح على متابعينا اللي قاموا بتحميل تطبيق مرايا على أجهزتهم وهواتفهم الذكية. في نهاية الحلقة إن شاء الله راح نعرف من هو الفائز وكذلك الجائزة. مشاهدينا هذا تذكير بتحميل تطبيق مرايا عشان ما يفوتكم إن شاء الله مشاهدينا أي شيء من كافة برامجنا الرمضانية الجميلة ومسلسلاتنا وكافة المفاجآت اللي تطلع عبر قناة الشارقة في هذا العام. وأهل رمضان هلال كمان. بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي على بركة الله مشاهدينا، والبداية دائما مشاهدينا بتعريف السادة المشاهدين بالفرق المشاركة معنا ومن هم الطلاب والجامعات المشاركة في برنامج كأس المعرفة. إذن مشاهدينا حياكم الله معنا في هذه الليلة الجميلة وثاني أيام شهر رمضان المبارك، عاد الله علينا وعليكم مشاهدينا بكل خير ويمن وسعادة وبركة. أتمنى يا رب تكونوا استمتعتوا بكل ما شاهدتموه خلال الأمس واليوم من برامج مختلفة على شاشة قناة الشارقة، ونعدكم دائما بالجديد والمميز والرائع، ونتمنى كذلك برنامجنا هذا ينال على إعجابكم وتستمتعون وتستفيدون من المعلومات اللي قد تكون يعني جديدة لمشاهدينا، فأكيد هذه فائدة كبيرة. وشهر رمضان دائما شهر خير وبركة ونستزيد من العلم ونستزيد من الحسنات، فهذه فرصة أكيد لابد أن نغتنمها خلال شهر رمضان المبارك. راح نرحب الآن مشاهدينا بالفرق المشاركة معنا، واليوم سعدنا طبعا نرحب بفريقين من الفرق اللي يأتون من جامعات مرموقة من الجامعات في إمارة الشارقة. نرحب بالفريق ألف ومن جامعة طبعا الجامعة القاسمية والفريق الأول. طبعا نرحب بالمتسابقين معنا، نبتديهم مع أمير معراج. السلام عليكم يا أمير، مبارك عليك الشهر الفضيل وحياك الله معنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإياكم إن شاء الله. كيف الحال أمير؟ الحمد لله. كيف الصحة؟ الحمد لله. تمام التمام؟ تمام تمام. كيف رمضان؟ فلله الحمد والفضل. الحمد لله. في جوع في عطش؟ لا عادي. أبدا. أبدا. أجواء جميلة ما شاء الله. صح. يعني فعلا السنة الماضية قالوا رمضان هذا العام راح يأتي في أجواء لطيفة وباردة شبه شتوية، ولكن لله الحمد يعني ولله. ما في حر وما في رطوبة، هذا أهم شيء. عادي. أمير من وين؟ ما شاء الله من أي دولة؟ من تنزانيا. من؟ تنزانيا. تنزانيا؟ نعم. حياك الله معانا. كيف قاعد تقضي شهر رمضان او كيف الدراسه مع الصيام؟ عادي ان شاء الله. ميسره يعني؟ ان شاء الله. ولله الحمد، حياك الله معانا. بيكم. جاهز؟ جاهز. معنويات عاليه؟ ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. نرحب بثاني متسابق من الفريق الاول احمد محمد. السلام عليك يا احمد. وعليكم السلام. كيف الحال؟ خير الحمد لله. عساك طيب؟ خير الحمد لله. بارك عليك الشهر الفضيل. علينا وعليك الله. كيف رمضان وكيف اجواء؟ والله اجواء جميله الحمد لله، انه بلغنا رمضان سنه جديده. الحمد لله الحمد لله يا رب. من وين انت يا احمد؟ اي دوله؟ جمهوريه مصر العربيه. جمهوريه مصر العربيه، حيا الله اهل مصر. اهلين. اجواء جميله كذلك، اجواء رمضانيه في أكيد. مصر مختلفه أكيد. يعني. اكيد. ولله الحمد ولله الحمد. جاهزين؟ ان شاء الله. باذن الواحد الاحد. عبد المؤمن، السلام عليكم يا عبد المؤمن. عليك السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. عساك طيب. طيب الحمد لله. الله يدوم هذه الابتسامة يعني. آمين. من وين أنت عبد المؤمن؟
من بوركينا فاسو. من بوركينا فاسو، حياك الله معانا. كم سنة صار لك في دولة الإمارات؟ سنة ثالثة حاليا. سنة الثالثة؟ أيوة. ما شاء الله ما شاء الله. يعني حضرت للدولة مع الجامعة ولا قبل الجامعة، قبل انتسابك للجامعة؟ بعد الجامعة. مع الجامعة. أيوة. كيف رمضان؟ ثالث رمضان تقضيه في دولة الإمارات؟ والحمد لله. أيوة. الحمد لله. لله الحمد. يسير سهل. يسير جدا. الحمد لله يا رب. الحمد لله. كيف المعلومات؟ الحمد لله. عامة؟ أيوة. جاهزين؟ جاهزين. حدون إن شاء الله. إن شاء الله. تطمحون ال 5000 ولا 100000؟ 100000 بإذنه تعالى. الله يوفقكم إن شاء الله. أمين. ونرحب كذلك مشاهدينا بالفريق الآخر، جاينا من عروس الساحل الشرقي خورفكان. نرحب طبعا بالفريق الثاني من الأكاديمية العربية لعلوم وتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة وفي عروسها عروس الساحل الشرقي خورفكان. رحب يا المتسابقين. عمار ياسر، السلام عليك يا عمار. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. عساك طيب؟ الحمد لله. كيف المعنوية اليوم؟ فوق إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. من وين عمار؟ من سوريا. من سوريا، حيا الله أهل سوريا. إسلام. جاهزين؟ إن شاء الله. بإذن الواحد الأحد. إسلام أسامة. كيف الحال يا إسلام؟ الحمد لله بخير. بارك عليك الشهر الفضيل. هينا عليك إن شاء الله. من وين يا إسلام؟ من مصر. من مصر ومن الدنيا، حياك الله معانا. يا مرحبا. خلفان سلام عليك. عليكم السلام. بارك عليك الشهر. الله يبارك فيك. كيف الصيام معاكم؟ الحمد لله والله. الحمد لله. الحمد لله. الخور حلوة ولا الشارجة؟ أكيد الخور. الخور طبعا أنا منحاز. أكيد أكيد. الله يوفقكم. جاهزين؟ إن شاء الله. على بركة الله. طبعا أكيد الإخوان في الإعداد شرحوا لكم مسبقا الألعاب، ولكن كذلك نحن راح نشرح اللعبة، كل لعبة إن شاء الله على حدة راح نشرح الألعاب، ولكن خلينا نتعرف مشاهدينا على اللعبة الأولى، ومن بعدها إن شاء الله راح نخبرهم كيف راح يبتدون هذه اللعبة الأولى. ولعبتنا الأولى هي لعبة الشفرة. والشفرة طبعا عبارة عن صندوق سبع أحرف سبع أرقام، كل رقم تحت سؤال. جميل. كل ما جاوبتوا على سؤال ينفتح عندكم رقم، فبالتالي ينكشف عندكم حرف. كل إجابة صحيحة بعشر نقاط وهكذا. السؤال الخامس، اللي جاوب على السؤال الخامس راح نعطيه فرصة أنه يتوقع، يعني نعطي أكبر عدد من الفرص للفريقين يتوقع الكلمة اللي موجودة خلف هذا الصندوق. طبعا اللي راح يبتدي، من اللي راح يبتدي؟ اللي بيجاوب على سؤال البوز. يا سلام. اللي راح يجاوب على سؤال السرعة. أوكي. وسؤال السرعة راح أطرح الآن، ومن بعد العد 3 2 1 أو 1 2 3 اللي يضغط على الجرس ويجاوب راح نبتدي معه. جاهزين؟ أكيد. والسؤال هو، السؤال يقول يا فريقينا، كم عدد الكواكب التي تدور حول الشمس؟ 1 2 3 9 ببلوتو، من غير بلوتو 8. كيف من غير بلوتو؟ بلوتو تشال من السولار سيستم من فترة قريبة، يعني من فترة قريبة تشال من السولار سيستم. شالوه؟ ايه. حرام. زعل. طلع. طلعوه من المجموعة يعني؟ ايه. لأنه يعتبر حجم صغير. متأكدين من المعلومة؟ ايه. وين قريتوا المعلومة هذه؟ دارسها. دارسها؟ أكثر عن مرة. ما شاء الله، يعني دراسة كليتكم لها علاقة ب دراستنا كلها علوم. كلها علوم. كلها علوم. وجوابهم صح. حييهم حييهم، حيوا نفسكم حيوا نفسكم. صحيح طبعا المعلومة هذه صحيحة، والفرصة طبعا للإخوان في الكلية البحرية أو الأكاديمية العربية للعلوم البحرية والتكنولوجيا باختيار الرقم والسؤال الأول. الرقم من الأرقام الآن عندكم، وراح نشوفها كذلك على الشاشة السادة المشاهدين، وتختارون الرقم من 1 إلى 7. أي رقم تختارون؟ 4. رقم 4؟ 4. دائما تشاوروا. إيه؟ خذوا راحتكم. 4 بالإجماع. دائما عندنا 30 ثانية للأسئلة. فخذوا راحتكم لا تستعجلون. رقم 4 ونشوف السؤال. رقم 4 يقول، يقول السؤال، السؤال هو من أول من ظهرت صورته من غير الملوك على طابع البريد؟ من أول من ظهرت صورته من غير الملوك على طابع البريد؟ الإجابات هي كالتالي: ليوناردو دافنشي،
ويليام شكسبير، الصالح نجم الدين أيوب، أم الناصر يوسف؟ 30 ثانية وقتكم بدأ. تشاوروا، خلكم مركزين في الإجابات ولا تستعجلوا. إيه ويليام شكسبير لا. ها خلفان شاركهم. إيه أذن ناصر يوسف. توقيت 10 ثواني. صالح. والوقت يمر. صح صح. الصالح نجم الدين أيوب. تضغطوا على الجرس. دو. على شعوريا يعني. إيه. تحمس. ما يسوي مشاهدينا. شو الإجابة؟ الصالح نجم الدين أيوب. على فكرة أنتوا قبل لا يخلص الوقت اخترتوا الإجابة. إيه. 4 ثواني كان باقي. 4 ثواني. هي. وضيعتوها يعني. إيه. عادي. يلا. ثبتنا على. صالح نجم الدين أيوب، ثبتوا لهم. غلط. لا لا صح صح. لا صح إن شاء الله. شو رأيكم أنتم؟ شو رأيكم إنه غلط؟ نسبة 70%. 70%؟ إيه. غلط غلط. هو غلط. غلط أكيد. خطأ للأسف. جواب خطأ للأسف. يعني 4 ثواني و 3 ثواني لا تستهينون فيها. كان ممكن تعدل المسار. تعطيكم فرصة أنكم تفكرون. هذا الدرس وتعلمته. هذا الدرس وتعلمته. ننتقل إلى فريق الجامعة القاسمية وتختارون رقم. بإمكانكم اختيار رقم 4 مرة ثانية، ولكن إذا إجبته إجابة خاطئة رح يتسكر الرقم وينغلق وتقل عندكم الفرصة أن تعرفون الحرف اللي موجودة خلف أو الحرف اللي موجود خلف هذا الرقم. تختارون من 1 إلى 7. رقم 7. رقم 7 آخر رقم. هذا العبرة في الخواتيم نفس ما يقولونه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. والسؤال يقول، السؤال يقول ما جنسية، نعم ما جنسية الرسام المشهور ببابلو رويز بيكاسو؟ ما جنسية الرسام المشهور ببيكاسو؟ هو الاسم الأخير الأكثر شهرة. السؤال يقول أو الإجابات تقول الإسبانية، الإيطالية، البريطانية، أم الأمريكية؟ 30 ثانية وتفضلوا. وعشر ثواني. وجنسية الرسام المشهور ببابلو رويز بيكاسو. قول. اسباني. انتهى الوقت. اسباني. اسباني. عفوا علي صوتك. اسباني. 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 بيكاسو مشهور؟ مشهور الاسم هذا؟ مشهور بس الجنسية مش مشهور. الجنسية مو بمشهورة. كان عايش في برشلونة صحيح؟ برشلونة وين موجودة؟ اسبانيا. ولكن برشلونة تنتمي الى الاقليم الكتالاني، فمو ضروري يعني اسبانيا. برشلونة اقدم مدريد صحيح؟ صح. مو بإيطاليا يعني. احنا كنا شاكين في إيطاليا وأسبانيا. تحس في تشابه في الفن ما بين إسبانيا وإيطاليا صحيح؟ صحيح. مشهورين هم بالنحت وبالرسوم و صحيح بالتحف المعمارية الجميلة اللي تزين كلا المدينتين. إذا جنسية الرسام المشهور ببابلو بيكاسو الإسبانية، وجوابهم صح. وعشر نقاط الأولى إلى رصيدهم. حيوهم وحيوا أنفسكم. وين التشجيع؟ وين التشجيع؟ الحمد لله. نرجع إلى الفريق باء. تختاروا الرقم؟ ثلاثة. رقم ثلاثة؟ يلا رقم ثلاثة. والرقم ثلاثة آخر حرف لام إن شاء الله. لكن أنا البداية تتوقف علي
إذا راح نسمع مقطع صوت الآن أو مقطع صوتي، ومن بعدها نشوف السؤال. يلا نسمع هذا المقطع. السؤال يقول: بصوت من المنشدين العرب سمعنا أنشودة مدينة؟ والإجابات كالتالي: مشاري العفاسي، سامي يوسف، ماهر زين، أم أحمد المنصوري؟ مشاورات 30 ثانية، وين وصلنا؟ باقي لهم شوية وقت. يلا 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 اكيد يلا يلا ماهر زين. ماهر زين ايه اكيد. نعم ان شاء الله اكيد. متسرعين الصراحه، مال البحريه متسرعين. ماهر زين واسم الاغنيه مدينه على الاغلب. مدينه ها سبحان الله ان شاء الله. يعني هو السؤال على ماهر زين. ماهر زين الجواب. ماهر زين ماهر زين ماهر زين ثبتوا لهم جوابهم صح. حييهم حييهم. وعشرة بعشر نقاط. يلا ننتقل مرة أخرى إلى فريق الجامعة القاسمية وتختارون رقم. رقم واحد. رقم واحد إن شاء الله. رقم واحد. والسؤال يقول في رقم واحد: ما الغاز الأكثر وفرة في الغلاف الجوي؟ الغاز الأكثر وفرة في الغلاف الجوي، نيتروجين، الأكسجين، أم الهيدروجين، أم ثاني أكسيد الكربون؟ ثلاثين ثانية و يعني الوقت. عجبكم السؤال؟ يعني سهلة وايد حلوة. الأسئلة اللي تختارونها أنتم مو بوايد حلوة يعني. جميل. يلا خمسة ثلاثة اثنين واحد اختاروا إجابة. الأكسجين. الأكسجين الغاز الأكثر وفرة في الغلاف الجوي. الأكسجين ثبتون؟ نعم. ثبتوا لهم؟ نعم. وإجابتهم خاطئة للأسف. خاطئة، هو غاز النيتروجين مع الأسف. نرجع مرة ثانية لفريق كوريا البحرية. اختاروا الرقم. اختار نفس السؤال. واحد. رقم واحد. اختاروا رقم واحد. نفس السؤال. نفس السؤال؟ لا مو نفس السؤال. لا مش نفس السؤال. اوكي. نفس الرقم. اه نفس الرقم. نفس الرقم. ايه. مو نفس السؤال. ايه نفس الرقم. نفس الرقم؟ نفس الرقم. يلا رقم واحد. يلا. نفس السؤال. اوكي. نفس السؤال؟ ايه. هو في سؤال ثاني. تمام بنجاوب. ما الغاز الأكثر وفرة في الغلاف الجوي؟ تمام. جاوب. 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 تبون جاوب. نيتروجين. بعد جاوبون غلط. مستعيلين. نيتروجين صح. نيتروجين. 71%. 71. 71%. نسبة النيتروجين في الغلاف الجوي. 71%. مو هم النسبة. عجيب. 71%. قريب من 70%. إن شاء الله. إن شاء الله نيتروجين. إن شاء الله نيتروجين. إن شاء الله نعم. أكيد؟ أكيد. إن شاء الله نثبت. ثبت. جوابكم صح. حيوهم. حيوهم. وصار عندنا نون فراغ ميم فراغ 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 لام. بعد ما اللي ما يجاوب على هذا السؤال بتكون عندنا فرصة لي يعني الواحد يحاول مثلاً إنه يتعرف على الكلمة المخفية. نرجع لكم جامعة القاسمية. تفضلوا اختاروا رقم. رقم خمسة. رقم خمسة. شوف السؤال اللي موجود رقم خمسة. رقم خمسة والسؤال يقول: كم
تبلغ مساحة المحيط الهادي بالنسبة لمساحة كوكب الأرض؟ كم تبلغ مساحة المحيط الهادي بالنسبة لمساحة كوكب الأرض؟ ربع مساحة الأرض، نصف مساحة الأرض، حوالي ثلث مساحة الأرض، 10% من مساحة الأرض. 30 ثانية والوقت بدأ. عشر ثانية والوقت يمر. يلا جامعة القاسمية الوقت يداهمكم. ربع مساحة الأرض. ربع؟ فكروا أكثر. فكروا أكثر. فكروا أكثر. لا تستعجلون. تشاوروا. عبد المؤمن شو تتوقع عبد المؤمن؟ نعم اتفقنا على ربع. اتفقتوا على ربع؟ ايوه. انا ما اشوفك اتفقتوا. انا اشوفك من واقف بعيد عنهم عبد المؤمن وما قاعد يتجاوب هم اللي قاعد. انت شو احساسك؟ لا نتشاور نتشاور. تشاوروا تفضلوا. تشاوروا. تشاوروا. طبعا اذكركم مشاهدينا مره اخرى بتحميل تطبيق مرايا. من خلال هالتطبيق راح تتابعون ان شاء الله كل البرامج الخاصه بالبرامج والمسلسلات طبعا الرمضانيه اللي تاتيكم على شاشه قناه الشارقه، وكذلك تستمتعون بمشاهده البرامج المباشره وخاصيه البث المباشر، وايضا المشاركه في المسابقات اللي يتم طرحها عبر تطبيق مرايا. شوف الجامعه القاسميه نصف مساحه الارض. نصف. انتم ساعة شو قلتوا؟ ربع. ربع. وحين نصف. ثبتوا على إجابة واحدة وهذا آخر جواب أنا راح أعتمده، لأن الوقت داهمكم كثير يعني. نصف. نصف. ربع. نكتب على ربع. على ربع. ربع. خلاص ربع. ها؟ ربع. ثبتوا لهم. ربع ولا نصف؟ ربع. ها؟ ربع. ربع؟ ثبتوا لهم. يعني اكثر من هالفرص اللي اعطيتكم اياها ما راح يعني تعطى مره اخرى في البرنامج. ربع وخطا. جوابكم خطا. زين يلا. عندنا نون فراغ، ميم فراغ، فراغ فراغ، لام لسه. الاسم كمان رقم لسه. شيء في السماء. شيء في السماء. نجم السهيل. نجم السهيل؟ متأكد؟ شيء في السماء. يعني ما يقصد بسهيل شيء في السماء. نعم. نعم كله. نجم السهيل؟ صح. جوابهم صح. نجم السهيل. هي الكلمة اللي تقع خلف الشفرة وهي أول لعبة معانا. طبعاً راح يتم احتساب النقاط الآن، وأكيد بنخبركم بعد شوية النقاط. وطبعاً اللعبة اللي راح ننتقل الآن لها مشاهدينا هي لعبتنا القادمة، ونشوف مع بعض. قادمة مشاهدينا سرعة الضوء، 15 سؤال في 60 ثانية، وحاولوا أنكم تجاوبون على أكثر عدد من الأسئلة خلال الستين خلال هذا الوقت بالتحديد. إذا ما كنتوا تعرفون يا تجاوبون إجابة أي إجابة، أو أنكم يعني تقولون اللي بعده. جاهزين؟ نبتدي معاكم الجامعة القاسمية ولا نبتدي مع الكلية البحرية؟ يلا مع الجامعة القاسمية. جامعة القاسمية جاهزين؟ إن شاء الله. نبغي عاد تشدون الهمة شوية. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. 60 ثانية والسؤال الأول يقول ضد كلمة الظلام. النور.
إجابة صحيحة. ما اسم صغير الأسد؟ الشبل. الشبل إجابة صحيحة. عنصر كيميائي رمزه الاف اي. الاف اي الألمنيوم خطأ. عدد عظام رسخ اليد كم عظمة؟ 16. خطأ. صوت الزرافة اللي بعد. عروس القرآن. ما هي سورة المرق؟ الرحمن إجابة صحيحة. ما لقب مدينة بعلبك؟ ما لقب مدينة بعلبك؟ اللي بعد. نعم. توجد في الشتاء 5 وفي الصيف 3. توجد في الشتاء 5 وفي الصيف 3. نعم. النقاط. النقاط؟ نعم. إجابة صحيحة. من هو عميد الأدب العربي؟ أحمد شوقي. خطأ. أين توجد ساعة بيج بن؟ أسرع. لندن. ما اسم صوت الأفعى؟ حفيف. فحيح. فحيح. ما أكبر خليج في العالم؟ انتهى الوقت. خلاص. انتهى الوقت. انتهى الوقت. انتهى الوقت. انتهى الوقت. عندنا 1 2 3 4 5 6 إجابات صحيحة. يعني حاولوا لا تخلون التفكير ياخذ من وقتكم اكثر. جاهزين؟ ان شاء الله. من اللي بيجاوب فيكم؟ نبغي شخص واحد يجاوب. اسلام. انا اسلام. يلا يلا بسم الله. نقول واحد. جاهز التوقيت؟ جاهز التوقيت الاخوان؟ يلا بسم الله. 1 2 3 وبسم الله بدأ الوقت. دولة عربية يمر بها خط الاستواء. الصومال. إجابة صحيحة. ما عدد ألوان قوس المطر؟ 7. صحيح. ما وحدة قياس التيار الكهربائي؟ أمبير. صحيح. ما معنى اسم إسبانيا؟ باس. صوت الأسد؟ زئير. صحيح. قلب القرآن. سورة مسمى بقلب القرآن. ياسين. صحيح. أول عملة إسلامية؟ الريال. خطأ. ماذا يوجد داخل نواة الذرة؟ نواة الذرة. بروتونات. بروتونات ونيوترونات. صحيح. لون يمتص الضوء؟ أبيض. يمتص. إجابة خاطئة. ضد بسوس. كلمة قرب ضدها. بعد. صحيح. أعلى قمة في العالم؟ إيفرست. صحيح. مرادف كلمة مطالعة؟ مذاكرة. قراءة. صحيح. أول الجيش. ماذا يسمى أول الجيش؟ سكيب. ما اسم ولد النسر؟ سكيب. ما هي الأشياء التي تكبر بالضرب؟ سكيب. انتهى الوقت. خلاص. الأعداد. الأعداد. 9 نقاط ما شاء الله. 9 نقاط ما شاء الله. حبيبي. ما شاء الله عليكم يعني. بس قاعد تهنون بعض يعني ما شاء الله. وكأننا ختمنا البرنامج يعني. وكانكم استلمتوا 100,000. لا لا. ليكون معطينا من 100,000. قريب ان شاء الله. قريب. وانا الاعداد. قريب ها؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ثقة ما شاء الله. مو علي ان شاء الله. شو بتسوون بال 100,000؟ تقاسمتوها؟ يعني نكمل فيها المذاكرة، نكمل فيها الدراسة. جميل. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يوفقكم. اجمعين ان شاء الله. لعبتنا القادمة هي تحدي الفئات. تمام. ولعبة جميلة الصراحة. متشوقين تعرفون كم النقاط؟ اكيد يا ريت عشان نحمس يعني بعض. شو تتوقعون منو حصل على اكثر عدد من النقاط؟ هم حصلوا الكلمه بس. هم حصلوا الكلمه. حصلوا الكلمه فاخذوا كل النقاط. يعني مو كل النقاط. النقاط اللي انتم جاوبتوا عليها تحتفظون فيها. ايه. بس هم النقاط اللي كانت متبقيه. ايه. وانتم اتوقع جاوبتوا اكثر منهم في الكلمه صحيح؟ 9-6. ها؟ 9-6. 9-6؟ كيف 9-6؟ بالسرعه. لا انا اتكلم عن اللعبه الاولى الشفره. لا الاولى اللي احنا حلينا كلمتين وهن جابوا الكلمه الكامله فما بنعرف البوينتس. ان شاء الله يعني لصالحنا. ان شاء الله. 20-50 سهله. تمام. يلا شوف النقاط. شوف النقاط. يلا انت مو تتدخل. اذا الفريق الاول 100 والفريق الثاني 110 فانتم متقدمين. جامعه القاسميه 100 والكليه البحريه 110. 10 نقاط بس ما له داعي للاحتفال يعني. طبعا اكيد في تنافس. هذا هو التنافس اصلا. يلا بسم الله. لعبتنا القادمه مخرجنا نشوفها. تحدي الفئات. تحدي الفئات يا متسابقين الاعزاء ومشاهدينا هو تحدي ما بين الفئات
الستة الموجودة معنا. تحت كل فئة سؤال، أي فريق يجاوب على الفئات اللي راح تكون من نصيبه يأخذ 10 نقاط، ولكن إذا جاوب على كل الأسئلة الثلاثة يصير أو تصير نقاط مضاعفة، يعني بدل 30-60. فركزوا. طبعاً في هذه اللعبة راح نسوي فكرة جميلة أو لعبة جميلة ضمن هذه اللعبة، أن الفريق اللي راح يجاوب الآن على السؤال الذهبي هو راح يختار الفئات للفريق الثاني. وأتوقع حين خلال بداية اللعبة عرفتوا مواطن الضعف عند الفرق، كل حد يعرف هذا يبرع في شو والثاني ما يبرع في شو، صحيح؟ جميل. إذن السؤال الذهبي، ومن بعد ما أعد من رقم 1-2-3 اللي يعرف الإجابة يضغط على الجرس. سؤال السرعة يقول: ما اختصار اسم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة؟ 1-2-3 ويلا. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، يلا. هذا السؤال الذهبي يا جماعة. ها ها، لا صراحة صدمتوني يعني. ها ها يلا. لا تضغط، لا تضغط. يونسف ولا اليونسكو؟ أسرع اليونسف. يونسكو. يونسكو وإجابتهم صحيحة، إجابتهم صحيحة. على فكرة أنا سمعت حد قال يونس. إحنا في الآخر بس. آخر. في الآخر بس. جميل. نشوف الفئات مع بعض. تفضلوا. والفئات هي. الفئات: الطب، عالم الحيوان، رياضة، مدن وعواصم، اكتشافات، كيمياء. شو الكيمياء بالضبط؟ تختارونهم للفريق الثاني. شو مواطن الضعف عندهم؟ رياضة. طب كيمياء رياضة. إذن أسئلة بالجامعة القاسمية هي طب، كيمياء ورياضة. جميل. والمدن وعالم الحيوان والاكتشافات. واكتشافات عندكم. تمام ان شاء الله. جميل. البحرية دائما يعني مدن يعرفون لازم المدن مفروض. ان شاء الله. والاكتشافات يعرفون المكتشفين، لأن أغلبية المكتشفين كانوا بحارة، يعني راس الرجاء الصالح، كولومبوس، قسم ملاحة مش هندسة. يعني هندسة. احنا هندسة قسم ملاحة اللي يعرف. بس لازم يعني هذا المام معلومات عامة. ان شاء الله يعني. ان شاء الله. شدوا حيلكم يعني. انتم اصدقاء لازم ما تراجعون مع بعض، ما تستفيدون من المعلومات. اكيد اكيد. يلا. بسم الله نبتدي طبعا مع حبون تبتدون؟ ولا تخلون الفريق الثاني؟ خلوا يبدون. هم يبتدون؟ يلا بسم الله. بسم الله. جامعة القاسمية. جامعة القاسمية وسؤالكم الأول في الطب: ما الغدة المسؤولة عن إفراز أو هرمون النمو؟ عفواً، ما الغدة المسؤولة عن إفراز هرمون النمو؟ الغدة الكظرية، الدرقية، أم النخامية؟ 30 ثانية والوقت بدأ. لا تستعجلون. لا تعرف الغدة المسؤولة عن إفراز هرمون النمو؟ الوقت شارف على النهاية، لازم تكونون أسرع شوية. إن شاء الله. الغدة النخامية. الغدة النخامية متأكدين؟ إن شاء الله. إن شاء الله. ثبتون؟ بإذن الله. وإجابتكم صحيحة، حيوهم. سؤال القادم في الرياضة. سؤال القادم في الرياضة: أين أقيمت أول بطولة لكأس العالم؟ المكسيك، الأوروغواي، أم البرازيل؟ الأوروغواي. وين؟ الأوروغواي. متأكد؟ ثبت؟ متأكد. ثبت؟ إن شاء الله. ثبتوا له مع الأوروغواي. وإجابتكم صحيحة، حيوهم.
وفئتكم الأخيرة هي الكيمياء، إذا جاوبتوا صح تضاعف الفئات تصير 60 أو النقاط. يلا بسم الله، ما الغاز الذي يطلق عليه غاز المستنقعات النيتروجين الميثانم الهيدروجين؟ نيتروجين الميثا أم الهيدروجين؟ ما الغاز الذي يطلق عليه غاز المستنقعات؟ وإذا جاوبته صح تضاعف الدرجة. وقت، يلا الميثان. غاز الميثان؟ إن شاء الله. متأكدين؟ إن شاء الله. يا تضعفون يا تكونون على 20 نقطة. صح، جوابهم صح، جوابهم صح، 60 درجة. إذن 100 يعني 160. يلا إذن 110. إيه 110. طبعا السؤال الذهبي ما له نقاط، فأنتم 110. يا تصيرون 170 يا تصيرون 170 إن شاء الله. 170 إن شاء الله، على بركة الله. نشوف الفئات اللي موجودة أو متاحة الآن واللي اختاروها لأنفسهم فريق الكلية البحرية، والفئات هي عالم الحيوان. والسؤال يقول: حيوان يعتبر أذكى الحيوانات اللافقارية، سمك القرش، الأخطبوط أم الحوت؟ أقوى أذكى عفواً الحيوانات اللافقارية. لا فقاري، ركزوا، لا فقاري. سمك القرش، الأخطبوط أم الحوت؟ أخطبوط. الأخطبوط ثبتون؟ ثبت. ثبتوا لهم. غلط. وإجاباتهم صحيحة. أيوب. سؤال القادم في أي فئة؟ مدن وعواصم. وسؤالكم يقول: ما عاصمة صربيا؟ وارسو، أثينا أم بلغراد؟ يلا. انتج تمام. يا أثينا يا بلغراد. بحرية بحرية. يلا يا بحرية. إن شاء الله إن شاء الله. أثينا. بلغراد. وقتكم بيخلص. إيه بلغراد. وارسلو أثينا أم بلغراد؟ بلغراد. وارسو عفوا. بلغراد. بلغراد. إيه. حس غلط. ثبتوا لهم. غلط. صح. أثينا. شو رأيكم إنه صح؟ جوابهم صح. حيوهم. سؤال الأخير عزيز والله. سؤال الأخير، والسؤال يقول: في سؤال وفي اكتشافات، من مكتشف جرثومة الجرب؟ الله يبعدنا إن شاء الله. ابن الهيثم، ابن زهر أم ابن النفيس؟ ابن الهيثم، ابن زهر أم ابن النفيس؟ لا نشتغل بالأخير خلفان. شو ابن الهيثم ابن زهر؟ زهر. يلا. عمار شو؟ ان شاء الله ابن زهر. ابن زهر؟ ثبتوا. يا رب صح. زهر اقول لا. يا 60 يا 40 ولا 20؟ يا 20 خبي. يا 130 يعني؟ يا 170. 170. يطلع ابن الهيثم؟ معقولة مخرجنا؟ خطأ؟ خطأ. لا لا عاد خطأ. خطأ. شوف كيف الرعب. الله يستر. شو رأيكم؟ ما رأيكم مشاهدينا؟ خلاص إن شاء الله. إذا مشاهدينا بعد الفاصل عزيزي كملون واصل، ابقوا معنا.
حياكم الله من جديد، أنتم تشاهدون كأس المعرفة، يأتيكم على قناة الشارقة طيلة أيام شهر رمضان المبارك، طبعا مع التنافس والأجواء الحماسية. وكان سؤالنا اللي راح يا يضاعف نقاط فريق الكلية البحرية أم يعني ما يكسبون هذه الجولة. ها عمار ابن زهر انت قلت؟ ايه نعم ابن زهر مكتشف جرثومة الجرب. غلط. ليش مو ابن هيثم؟ ابن هيثم على ما نظن نحن الثلاثة انه كان بالطب جزء ثاني من الطب، مو طب الجراثيم، طب جسم الانسان على ما نظن يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله ابن الزهر. شوف السؤال مره ثانيه. لك تقول صح يا غلط. نجرب. يلا. ممكن تغيرون اذا تبغون ولا؟ لا ان شاء الله. لا يلا ان شاء الله. مني لكم هذه يعني مساعده. ملكم مني لكم. ان شاء الله ابن زهر. ابن زهر؟ ان شاء الله. مصرين. ان شاء الله صح. حسبنا هيثم. لا ان شاء الله. عليك العصير. عليك العصير. والله انا رايي اني انا اعطيتكم فرصه. صح. غلط. وانتم ما استغليتوها. ابن نفيس؟ لنا جواب ابن زهر صح. ايوم. حيوهم حيوهم، ابغي تحيه كبيره. يعني حلو الواحد يكون ثابت على مواقفه وحتى لو حس بخطر. ان شاء الله نتائج على الهواء. توترنا. رعب. الفريق الاول 160 والفريق الثاني 170، يعني كذلك انتم التقدم بس يعني ضئيل، ما زلتوا في المراحل الخطرة يعني. خلفان قال لي قبل البرنامج أمس وترتنا يعني. عشت التوتر اليوم ولا؟ إيه والله. الله يوفقكم إن شاء الله جميعاً. ولعبتنا القادمة هي مشاهدينا، شوف مع بعض. أنت تسأل. في هذه اللعبة طبعاً راح تتبدل الأدوار، أنا أعطيكم الإجابة وأنتم تعطوني السؤال، فنبغي تركيز وكذلك نفكر بكل الاحتمالات اللي ممكن توصلنا لهذه الإجابة. وبما أنتم المتقدمين في النقاط نبتدي معكم، وكلمتنا الأولى وأنت تسأل والإجابة تقول جسر الملك فهد. جسر الملك فهد. أطول جسر. ما هو السؤال المحتمل؟ يلا روح. هذه الإجابة 30 ثانية تفضلوا. يلا روح أما. هي. تأنوا. هي أنا عارف إنه هي. أنا أسمعكم بس تأنوا. يلا. تمام. خلي في وقت تمام. مو فاطرين ما شاء الله، فاطرين خفيف شكلهم اليوم الكلية. إن شاء الله. هي ما أطول جسر. فاطرين خفيف. يلا عمار قاعد تفكرون انتم بعد بالسؤال؟ لا خلاص عدى نص الوقت. لا هي اكيد. الجواب ما هو اطول جسر بحري؟ وجسر الملك فهد يمتد بين السعوديه والبحرين. اكيد معلومه جديده يعني. ركز اكثر، السؤال غير دقيق، ركز اكثر. وقتكم بعده، ليش مستعجلين؟ ما هو اطول جسر بحري؟ نعم احس صح. إيه. أنا بعد كلنا متأكدين. شو تعرف إني درست؟ الحمد لله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله. خلص الوقت. ما هو أطول جسر بحري؟ أنا ما يعني أنا ما أعرف صراحة البحرية، أنتم مستعجلين ليش؟ لماذا هذه العجلة يعني؟ بنعرف بالبحر. فيها ثقة. خلص الوقت. البحر لعبة. فيها ثقة. بحر لعبتكم. ان شاء الله ان شاء الله بحر لعبتهم البحرية. يعني بعد في احتمالات اخرى تتوقعون؟ في
في احتمالات اكيد. عطني يعني احتمالات. في ما هو ما اسم الجسر اللي يمتد بين السعوديه والبحرين؟ ليش ما قلت هذا الجواب او يعني؟ لانه احنا متاكدين يعني انت تعرف كل اطوال الجسور البحريه اللي بين دول العالم؟ لا بس هو هاي متاكدين من المعلومه نعرفها. هو معروف انه اطول جسر بحر، وكذلك هو معروف انه جسر يمتد من بين السعوديه والبحرين. ايوه نعم صح، بس هو مشهور بطوله اكثر ما انه مشهور بوين موقعه. نعم احنا بنجيب السؤال الاكيوريت. لا لا هو صح، هو صح. اي صح بس معلومه قديمه جدا يعني. صح على حسب أكيد. بناء الجسر نعم هي قديمه بس بعد اطول جسر. اذا شو السؤال يا فريق؟ يلا روح. ما هو اطول جسر بحري؟ عمار. نعم عمار مصر على ما هو اطول جسر بحري. اصرارك عجيب يا عمار. الله يا رب يعني ان شاء الله الاصرار ما يروح على الفاضي. ها هذه اخر فرصه ان شاء الله ان شاء الله خلاص. تعتمدون اي اجابه؟ ما هو اطول جسر بحري ولا ما هو الجسر الذي يربط ما بين البحرين والسعوديه؟ ما هو الجسر ما هو الجسر الاطول جسر بحري؟ نعم ان شاء الله يعني انت مصمم عليها خلاص. جابتكم خطأ، جابتكم خطأ. يعني يا ريت قلتوا الجسر ما هو الجسر الذي يربط ما بين السعودية والبحرين وهو أدق. بس اثنينهم صح. اثنينهم صح. هو أطول جسر بحري، هاي يعني أكيد معلومة، ثوابت حقائق. نعطيهم النقطة، ساعدهم. أنا بساعدهم بما أنهم قالوا الاحتمالين والسؤال والاحتمال الأول هو كان في محل شك، لأن كثير من الجسر اللي تربط ما بين الدول والمدن طويلة كذلك. فبما أنكم أعطيتوني خيار ثاني فأنا راح أعتمد هذا الخيار الثاني، وإجابتكم طبعا صحيحة ويستاهلون، أحيهم. الآن الكلمة الثانية، والكلمة تقول أو الإجابة تقول قلب الشارقة. 30 ثانية وقتكم بدأ. ماذا؟ قار؟ قلب الشارقة. قلب الشارقة. الشارقة. قلب الشارقة. الشارقة. ما هو السؤال الذي يكون جوابه قلب الشارقة؟ تفكير، بحث. قلب الشارقة. قلب الشارقة الذي تكون إجابته قلب الشارقة. النابض. هل تعرف؟ صار صالة. الوقت تشارك على الانتهاء. يا ترى ما هو السؤال؟ يلا الوقت خلص. قلب الشارقة. ها أحمد. عبد المؤمن. أمير. نعم. ما أسمع أصواتكم. شلون؟ الوقت خلص. طوابع. الوقت خلص، يعني فريق متسرع وفريق بطيء. ما هو مكانه. ما ترجح. ليش؟ بس لديه أجابة. ما عندنا أجابة. انا مباشر بجيب لي كرسي. والبرنامج ممكن يكون 4 ساعات يعني من الافطار حتى الامساك ان شاء الله. كاس المعرفه والجائزه 100,000 مناصفه، معاي 50,000 على طول، ما في مجال. ما ترى تعال خلي اروح. ما هو اجمل شو قاعد تفكرون؟ ممكن انضم لكم؟ لا خبروني يعني شو ال... وين تبغون توصلون انتم يعني؟ قلب الشارقه ممكن معلم سياحي في قلب الشارقه. معلم سياحي يعني كيف سؤال؟ يعني كيف صيغ لي اياها في سؤال؟ صيغوا لي اياها في سؤال. قلب الشارقه اين يقع
اسم المعلم. أين يقع اسم المعلم؟ اسمه؟ أين يقع اسم المعلم؟ معلم السياحة. معلم السياحة. خطأ. جابتكم خاطئة للأسف، ما عطيتوني أي سؤال خاص بهذه الكلمة. تعرفون قلب الشارقة وين؟ نعم أعرف. تعرف عبد المؤمن؟ نعم أعرف. وين؟ موجود في يعني ما بين الخان ويعني بين بعض المدن الجامعية تدخل في يعني. علي صوتك عبد المؤمن. وفي بعد الدوار ساعة من الشركة تدخل في قلب الشركة ثم إلى الخان. إلى الخان. أيوة. المنطقة هذه شو فيها أصلاً؟ المجلس الاستشاري. لا لا. مجلس الاستشاري عند دوار ميدان المسرح. إيه الإجابة طبعاً خاطئة وما أعطيتوني أي سؤال. ننتقل الآن مشاهدينا إلى النتيجة. يلا شوف النتيجة. فريق الأول 160 والفريق الثاني 180. كذلك في تقارب بعشرين نقطة يعني، وفي تقدم صراحة من البحرية. ومرة ثانية لا تستعجلون، لا تستعجلون. لعبتنا القادمة هي شوف مع بعض. أيوة اللعبة المفضلة لدي الصراحة، لأن اللعبة هذه ترتبط بلعبة إكس أو، ذكريات إكس أو. تذكرون الإكس أو؟ إكس أو. نحاول نكمل الإكس ولا الأو بشكل رأسي أفقي أو عكسي. جاهزين؟ طبعا مشاهدينا فريق اللي راح يختار الفئة الأولى فائزين طبعا بلا شك. تختارون الفئات التسعة ونشوفهم مع بعض. عندنا حضارات، كواكب ونجوم، مدن وعوالم، اختراعات، أرقام قياسية، أعداد، تاريخ، طب، سينما، والخيار لكم. تأخذ اختراعات. أسرع شوية لو سمحتوا. البداية دائما مو بمهمة مثل النهاية أو في الوسط. اختراعات. اختراعات. إيه. اختراعات. نشوف اختراعات. عندك معلومات في الرياضة. اختراعات. والسؤال هو. من هو العالم الذي قام باختراع الديناميت؟ لويس باستير، ألفريد نوبل، نوبل، ماري كوري، أم ريتشارد دوكين؟ صح 100% ألفريد روميل. ثبتوا لهم. ألفريد نوبل. وإجابة صحيحة. صحيحة. ثقة حبيبي. ثقة عزيزي. أيوهم. شوف المربعات. إسلام الأول على الكلية عندنا يعني. ما شاء الله. مشان هيك رتبته بتكون حمراء. رتبتنا احنا العادية هو الأول علينا. ما شاء الله. كلها. ما شاء الله. الله يوفقك إن شاء الله يا. إن شاء الله. سلام. ولكن نصيحة أخوية. لا تستعجل. لا تستعجلون. لا تستعجلون. إن شاء الله. خصوصاً في الأمور اللي فيها 100,000 وفوق يعني. إيه إن شاء الله. ننتقل إلى فريق الجامعة القاسمية. تختارون فئة. مدن وعواصم. مدن وعواصم. والسؤال يقول في مدن وعواصم. أي من البلدان التالية يطلق عليها لؤلؤة أفريقيا؟ كينيا، السنغال، أوغندا، أم أنغولا؟ أنت تعرف هذا المعلوم؟ تشك فيه؟ تعرفه؟ يعني عندك معلومة شوية؟ 13 ثانية. أنغولا. أنغولا. ثبتوا لهم. أنغولا. وإجابتكم خطأ للأسف. للأسف خطأ. طبعا ما راح أقدر أقول الإجابة صحيحة لأن السؤال ممكن يسأل مرة ثانية، ففرصة للفريق الآخر أنه يجاوب على هذا السؤال. تختارون لي فيها. تأخذ مدن وعواصم. لا لا لا. مدن وعواصم. مدن وعواصم. إذن نبقى في ذات السؤال. أو نعم في ذات السؤال صحيح. ذات السؤال. مفروض. مفروض. في ذات السؤال. نختار معلوم مو نفس السؤال. شوف السؤال. بيروح مع عندنا اختيار. في ذات السؤال صحيح. نعم. أي من البلدان
التالية يطلق عليها لؤلؤة أفريقيا، كينيا السنغال أم أنغولا أم أوغندا؟ أنتوا اخترتوا أنغولا صحيح؟ أنغولا. فأنتوا عندكم تروحوا كيميا؟ لا 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 وقف تدعر لؤلؤة أفريقيا ناخذ أوغندا. أنت شوف أنت القرار عندك الأول علينا عمي. يا ريال خلص الوقت. يلا أوغندا. أوغندا؟ إيه غلط إن شاء الله. تكدين؟ آه غلط بس ما علينا يلا. عفوا؟ غلط مو متكدين. مو متكدين بس يلا إن شاء الله مثبت. إن شاء الله ثبتون؟ إيه ثبتوا لهم. بس قلت كلمة أنت، قلت أنا أدري إنه غلط بس جاوبنا. إيه كيف تدري إنه توتر. غلط؟ توتر. ها؟ لا هو قالها من توتر يعني. توتر. احنا بين كينيا وأوغندا. بين كينيا وأوغندا. يعني الإجابة بس مجرد توقع ولا في معلومة قريتها؟ في معلومة منه. من عمار. أوغندا أنا بعرف عنها إن فيها خضار، أشجار وخضار كتير. نعم. وبسمع إنه كينيا بلد معروفة كتير بأفريقيا. فكنا محتارين بين كينيا وأوغندا بعدين اخترنا أوغندا. ان شاء الله لؤلؤة افريقيا. لا السنغال. كينيا السنغال ام اوغندا؟ لا احس جوابكم صح. حيوهم حيوهم حبيبي حيوهم أيوهم يستاهلون. تفضلوا الجامعة القاسمية تفضلوا. حضارات. ها؟ حضارات. حضارات يلا يا حضارات. والسؤال في حضارات يقول تعتبر حدائق بابل المعلقة أحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، فكم تبلغ مساحتها؟ 14400 متر مربع أم 15000؟ 16000 أم 16400 متر مربع؟ تفضل. ما راكم سؤال مساحة حديقة بابل المعلقة. بابل ماذا قال هو؟ مساحة في عشر أقدر أنا أجاوب؟ حصل عشر نقاط. 16400 أقدر ولا ما أقدر؟ 16 4 3 2 1 0 أعطوني إجابة. 16 16000 متر مربع. ثبتوا لهم. 16 أنا أعطيك فرصة للاختيار. اختيار رقم آخر. ويا مكثر الفرص في هذا اليوم. ما ترى 16 يستاهلون. يستاهلون صحيح؟ 16 نثبت على الثاني. نثبت 16 16 خلاص نثبت على نفس الإجابة اللي هي 16000. غير أنا أقول لك غير. يعني أنا يوم أقول لك غير معناته تضل على نفس الإجابة. عبد المؤمن شو تقول؟ نعم ثبتنا. ثبتوا على؟ ايوه 16 ثبتوا على 6. نحن ختامنا 11 وكم؟ مخرجنا؟ و30؟ حطوا لي اياها 31، انا احتاج دقيقة بس. يا جماعة الخير غيروا الإجابة. غيروا غير. أنت لا يعني إذا شفتوني أمس يعني إذا شفتوني أمس كنت قاسي، فأنا اليوم فأنا على الحقيقة طيب. فأنا جالس أقول لكم غيروا. غيروا. 15 ها 15 15 نعم
ما بتغيرون؟ لا ان شاء الله. فرصة الأخيرة ما بتغيرون؟ ان شاء الله. ما بتغيرون؟ ان شاء الله. إجابة خاطئة للأسف. إجابة خاطئة. 15 خطأ. نفس السؤال. حضارات. نفس السؤال. لا تغيرت الحين الفئات. تغير؟ تغيرت الفئات. يلا طب. 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 طب طب طب. أحسن. يلا. أحسن السؤال اللي فات. كل فكرة. سؤال يقول. من مؤلفات الطبيب العربي أبو بكر الرازي كتاب الطب والحكمة الأدوية والعلل فردوس الحكمة أم الحاوي في الطب؟ روح وتفضل. أصبر على الوقت. أدوية والملل الحاوي في الطب فردوس الحكمة الطب والحكمة. روح روح. أربع ثواني ثلاث ثواني. روح روح. ثانيتين. طب الحين راح يطب. جاوبوا. جرب جرب يلا. قول خلفان. الحاوي في الطب. حاوي في الطب. ليش ما غيرنا؟ لا. ثبتون؟ صراحة ما متأكدين. ثبت. بس ثبت. مو متأكدين بس تثبتون. ثبت. ثبتوا لهم لا مجال للتراجع. ما له مجال. ما نتراجع. ما نتراجع. إن شاء الله. ما تتراجعون أنتوا؟ ما بنندم إن شاء الله. ما بتندمون؟ إن شاء الله. إن شاء الله. لأن إذا خسرتوا 5000 وإذا فزتوا بتطلعون إن شاء الله إلى إن شاء الله مراحل. إن شاء الله كل خير كل خير. إن شاء الله. كل خير. الشريات الثانية من البرنامج. إن شاء الله. ويمكن يختارون الفئة تطلع الطب يمكن يجابون كان جوابكم خطأ. ولكن في كل الحالتين الحاوي في الطب جواب اللي اخترتوه مو بالطب والحكمة الأدوية والعلل فردوس الحكمة. فردوس الحكمة يعني اسم جميل. اخترتوا الاسم الاسم الغريب. اسم الغريب؟ ايه عادي نغير. من اللي اختار الإجابة؟ خلفان. خلفان ما نعرف احنا تشاورنا واخترنا بس ليش يعني خلفان قطوها عليه عشان ما يعرف قطوها على راسك يعني ما نقول نحن كبش الفداء يعني يلا ان شاء الله صح واذا جوابه صح بتسحرون انتم اكيد احلى سحور يعني اكيد طبعا في فخم اي معسكر الفلاح قريب معسكر الفلاح موجود جميل يا علينا يا علي ان شاء الله شو تتوقعون الاجابه الصحيحه هم قالوا الحاوي في الطب ثبتوا لهم على الحاوي في الطب شو تتوقعون تعرفون هذه المعلومه ولا بس واثقين من اجابتهم ما شاء الله كلنا اخوان كلنا اخوان ان شاء الله سحور عليه خلاص ان شاء الله ان شاء الله صح اذا الكتاب الله يستر الله يستر جد اللي هو من مؤلفات الطبيب العربي أبو بكر الرازي هو أحد الكتب اللي موجودة في الإجابات اللي ذكرتها يعني هذا السؤال هو الحاسم في الحلقة صحيح؟ وهو السؤال الأخير أكيد ف يعني قبل لا نختم أو نعرف الإجابة الصحيحة الحاسمة فعلا يعني إذا فزتوا بالإجابة وانتقلتوا للمراحل الأخرى وفزتوا بالجائزة شو حابين تسوون فيها يعني عمار قال أنا بخصص جزء أني كمل أدرس الدراسة إن شاء الله كمل الدراسة في الكلية إسلام نفس الشيء دراسة دراسة؟ إيه خلفان لا تقولي بعد دراسة يعني كل روح متشابه يعني وأنا ما أعرف بالضبط شو بسوي فيها بس شو هواياتكم حد يحب السفر حد خلفان يلعب كرة يلعب كرة إيه حلو ف اشتري كرة يعني ما ترى أقول لك إن شاء الله
ان شاء الله خير، وقتها خير ان شاء الله. بعد ما افكر. بعد ما افكر ها؟ نحن والله داشين يعني مثل ما تقول نخوض تجربه ان شاء الله. ومو بخسرانين شيء يعني، فزنا ولا خسرنا مو خسرانين شيء. نستفيد. نعم. من المعلومات. اكيد. نعم. والظهور كذلك. اكيد. مشهورين ما شاء الله العائله كلها تشوف. منو حاليا تشوفك عمار؟ الاهل كلهم ما شاء الله. حتى الوالد يعني الوالد والاهل كلهم يشوفوني. كلهم يشوفونك. حياتنا لهم جميعا. واللي يشوفون اكثر ناس شباب الكليه يعني كلهم شباب الكليه. هي بعد شباب حياتنا وعندنا واحد من الطلاب بعد معانا ما شاء الله. يا ازركم يعني ايه. الله يوفقكم ان شاء الله ان شاء الله. امير نعم سي. من يشاهدنا الان من عائلتك الكريمه؟ اصدقاء الاهل؟ اصدقاء في الجامعه. اصدقاء في الجامعه. جميل جميل. لو فزت بالجائزه امير ايش راح تخصص المبلغ المخصص لك؟ نعم. راح تسوي بالضبط؟ ان شاء الله نسعاري في شيء ولا حصل نسعاري في شيء. ما تعرف ما فكرت يعني؟ ان شاء الله سوف افكر. اهم شيء يوم يكون الكاش في اليد بعدين. احمد شو بتسوي احمد بالمبلغ؟ ما فكرت. ما فكرت؟ لازم لما افوز افكر. لما تفوز تفكر ها؟ ما عندك تخطيط سباقيه؟ جميل. وعبد المؤمن لا تقول لي بعد ما فكرت. لا فقط يعني ها؟ ما دام هي يعني هذه انشطه يعني كمسابقه فلازم لا يمكن ان نخطط يعني قبل يعني الحصول عليها. نحصل عليها بعد يعني نخطط. بعدين تخطط. ايوه. هي. نحن عندنا مثل في ما تقول جهز الدواء قبل الفلعه، يعني واحد يجهز الدواء قبل لا احد يرميك بحجر ويصيب راسك يعني. فهم ما يبغون. الله يوفقكم جميعا طبعا، اتمنى لكم التوفيق، ونحن نشكركم على وجودكم ومشاركتكم معنا، ونشكر كذلك الجامعه القاسميه والكليه البحريه، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في مسيرتكم التعليميه وكذلك حياتكم الوظيفيه والاجتماعيه. ونذكر طبعا بالسؤال الاخير في حلقتنا لهذه الليله، سؤال من مؤلفات الطبيب العربي ابو بكر الرازي كتاب الطب والحكمه الادويه والعلل، فردوس الحكمه الحاوي في الطب، وخلفان جاوب جواب عشوائي قال يلا يا تصيب يا تخيب. المشاركه هي المشاركه، يا تكون الاجابه صحيحه يا تكون الاجابه خاطئه، يا نفوز يا نخسر يا نتاهل للـ100,000. تبغون تعرفون الاجابه؟ اكيد. خلنا نشوف المربع. ايه طلع صح. والاجابه صحيحه. رونا المربع. واكتمل الاو، اكتمل الاو في حلقتنا لهذا اليوم ما شاء الله. والف الف مبروك. 90 نقطه كذلك ضاعفت طبعا عدد النقاط في هذه الجوله. وطبعا الف الف مبروك لفريق الكليه البحريه في طبعا عروس الساحل الشرقي فورفكان طبعا على تاهلهم الى التصفيات القادمة والمرحلة القادمة من برنامج كأس المعرفة. كذلك نبارك لفريق الجامعة القاسمية مشاركتهم، ولهم جائزة عبارة عن 5,000 درهم مقدمة من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وراح نشوف النتيجة النهائية الآن على الهواء. فريق الأول 160، فريق الثاني 270 نقطة، فبالتالي يتأهل فريق طبعا كلية البحرية للتصفيات أو المرحلة الثانية من برنامج كأس المعرفة. وطبعا المراحل الأخرى راح تحمل المزيد من طبعا المفاجآت ومن الأسئلة ومن المراحل طبعا مراحل هذه المسابقة. مشاهدينا إلى هنا وصلنا لختام طبعا هذه الليلة الجميلة من ثاني أيام شهر رمضان المبارك وبرنامج كأس المعرفة. ذكركم بسؤال مرايا طبعا الخاص ببرنامجنا، ومن خلال تحميل تطبيق مرايا راح تعرفون ان شاء الله السؤال، وننتظر اجاباتكم هناك. في عندنا اعلان الفائز غدا، راح يتم الاعلان ان شاء الله عن الفائز.
نتمنى أكيد مشاركتكم مشاهدينا وجوائز قيمة تنتظركم مشاهدينا من خلال تحميلكم تطبيق مرايا. نتمنى يا رب كنا ضيوف خفاف، استمتعتوا، استفدتم المعلومات اللي قدمناها لكم. ملقانا بإذن تعالى مشاهدينا غدا في نفس التوقيت مع كأس المعرفة. في أمان الله. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.